واحده في علاقه مع واحد الاستاذ بيشوفها كل ما هو عايز، كل ما هو يحب يكلمها في التليفون، كل ما هو يحب يرد عليها مره وعشره لا، وتقول له كل مره لو انت مش عايزني نسيب بعض، يقول لها لا ما نسيبش بعض انا بحبك. هو كلامه يقول فيه ان هو بيحبني، لكن كل تصرفاته تقول ان هو ما بيحبنيش، انا بحبه مش قادره استغنى عنه، مش قادره ابعد عنه، ارجوكي دليني. You are too available، بيقولوها كده بالانجليزي، انت بالنسبه له متاحه بزياده، بيرفع عليك سماعه التليفون يلاقيكي، عارف ان هو هيغيب العشرة ايام هيرجع تسامتك في وشك، اه يا حبيبي كنت فين، كنت انت وحشتني قوي ما بتكلمنيش ليه، بتكشميله ما بتكشميلوش، بتقطعي معاه ما بتقطعيش معاه، بتتخانقي معاه ما بتخانقيش معاه، بتاخدي موقف ما بتاخديش ما بتاخديش. You are too available، بيقولوها كده بالانجليزي، بصي طالعه من قلبي، ما تبقيش شخص متاح. على فكره في فرق كبير قوي ما بين اكون كريمه ومتسامحه وفلافي ولطيفه وظريفه في نفسي، وان انا اكون شخص ساذج. انت يا ماما ساذجه حبيبتي، ما تبقيش بني ادم ساذج. اعمل ايه؟ كلمني خلاص، هو كده مش معبرني وكلمني، ها يا حبيبتي ايوه ايه الاخبار تمام ايه مالك مفيش مشغوله، مش ان انا بقى متضايقه منك وزعلانه منك، لان خلاص هو عارف، ها هو عارف ان هو كل ما بيظهر زي علاء الدين كده بالنسبه لك انت الدنيا بتنور، لا الدنيا مش هتنور عليه ولا هتطفي وتضلم من غيره، هو لازم يفهم الكلام ده كويس قوي. مشغوله وترد عليها معلش والنبي يا محمد، معرفش مين محمد، معلش والنبي يا محمد هرجع خمس دقايق وهرجع اكلمك. كلموش ما تكلميهوش، اتقلي خليكي بنت تقيله، ابعت لك رساله انا ما بحبش الطريقه دي وانا مش عارفه ايه وانا راجل ومحدش يتعامل معايا كده ومش عارفه ايه. اوكي هو انت زعلانه مني عشان خاطر انا ما بكلمكيش؟ والله يا ابني العلاقه الناس بتشارك بعض في نفس في الحياه، بيتكلموا عندهم قصص وعندهم حكاوي، بيطمنوا على بعض، بيهتموا ببعض، بيشوفوا اذا كانوا عيانين ولا مش عيانين، تعبانين ولا مش تعبانين، محتاجين حاجه، محتاجين يسمعوا كلمه حلوه. ما انا في علاقه ليه يا حبيبي؟ اه يعني انت بتتصرفي؟ لا عشان انا مش فاضيه. ليه بتعملي ايه؟ باخد كورس انجليزي. انا ابتديت كورس انجليزي، حقي على فكره ان انا الله امال ايه؟ اشتغلت، ها؟ حتى لو ما اشتغلتيش انا اشتغلت. ونبي بيبي 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 اكلمك تاني، ما تكلميش، ما تكلميش وما تظهريش، وخليه هو اللي يلف حوالين نفسه كده لحد ما يعرف انت ايه اللي غيرك. دونت بي تو افيلبل، ما تبقيش شخص سهل، لأن اللي بيروح سهل بيجي سهل.